عندي سؤال لك فني. يلا. السؤال بيحكي هل الإنسان بيميل للي بيشبهه ولا للي بيكمله؟ الله عليك أبو الصافي. بس هلأ بدي أسألك من وين خطر على بالك هذا السؤال؟ عشان هلأ اللي حكيت لي إياه قبل الأجاد شفت كيف خلص صرت فاهمة يعني. معن الإنسان بحب اللي بيشبهه أو اللي بيكمله؟ بيميل للي بيكمله ولا بيميل للي بيشبهه؟ بطبعه الإنسان ولا أنا كحنين؟ بشكل عام الإنسان بتشوفيه هو بيميل للإشي اللي بيشبهه ولا للإشي اللي بيكمله؟ الإنسان بيميل للإشي اللي أو إيش الأفضل؟ يميل للي بيشبهه ولا يميل للي بيكمله؟ لا يميل للي بيكمله طب أنتوا ابعتوا لنا يلا على 0788-95-3-95-3 هل الإنسان بيميل للي بيشبهه ولا للي بيكمله؟ سؤال حلو ها انت مع ايش قلتي انه الانسان اللي بيكمله لان بيشبهه اذا هيك طيب يلا عشان لازم انه يكون انتوا معي ولا مع حنين بهذا الموضوع يلا شاركونا على 0788-95-3-95-3 سامح بقول للي بيكمله زياد بيحكي للي بيشبهه نشوف محمد مرحبا اخبارك اهلا كيف حالكم طمنا عنك تمام شو عم تعمل يا محمد انا بحكي معكم تحكي معنا الله. من وين من تمه ايه من عمان حياك عمان. الله يا محمد هل هل باعتقادك الانسان بيميل للي بيكمله ولا للي بيشبهه الصح للي بيشبهه ولكن بالعاده هم بروحوا للي بيكمل بروحوا للي بيكمل ومن هون بتصير في مثلا جميل جدا واللي بيشبهه بيكون اعتقد التوافق اعلى جميل حلو مش دائما بس ممكن يعني ممكن في بعض الاحيان بوجهة نظري دائما يعني ممكن هذا اللي بيشبهه مشاكل بتكون أخف صحيح يعني الإجابات تكون أكثر من السلبية ممكن طبعا جميل جدا شوف أنس بيحكي إذا أنا بشوف هالسؤال العميق أنا بختار الشخص اللي معه فلوس أكثر هو العميق والله أنس هنا بكل تأكيد الإنسان بيميل للي بيشبهه ولكن الصح للي بيكمله عكس محمد هاي الرسالة من يزيد لأن اللي بيشبهك مش دائما ممكن يعني أنا بنظري كحنين ليش حكيت اللي بيكمل لأن أنتوا تنين بتكملوا بعض أما إنه يكون شبيهك ففي بعض الأحيان يعني شخص يكون يشبهك كتير ممكن يولد مشاكل أنا بنظري كتير كبيرة طبعا ليش عم بحكي هاي الوجهة نظر اللي أنا عم بشوفها لأنه دائما قديم نسمع إنه بقولك إنه ما تاخدوا شخص يكون نفسكم بالصفات نفسكم بالشخصية نفسكم لأنه عشان ما تملوا يعني لا مش عشان ما تملوا لأن هذا الإشي بولد مشاكل بين اثنين إذا كانوا بنفس الشخصية نفس الطباع نفس الإشي لا ما أنت بدك حدا يهون على الثاني هون على الثاني ولا أدق في الثاني يعني لا يكون بشبهني أحسن ما عشان هيك بقولك أنت جد أنا بحكي هو إشي هو بعاني لا التعليم. أنا بقولك هو اللي بيشبهني إذا بدي أقعد كمان نكون مختلفين نصير حندق ببعض بالعكس لما تكون أنتوا تنين مختلفين في بعض الأشياء ممكن إنكم أنتوا تتوازنوا بأشياء تانية هذا الحكي نظري ولكن على أرض الواقع عمليا لا أنا عم بحكي لك على أرض الواقع هو هذا الصح